شيء طبيعي ان المسلمين ينبهروا بشخصيه الرسول عليه الصلاه والسلام ويحبوه ويدافعوا عنه ويكونوا مستعدين انهم يضحوا عشانه. ضحوا عشانه باي حاجه، بارواحهم، باموالهم. لكن اللي مش طبيعي ان ياتي تكريم النبي عليه الصلاه والسلام وتعظيمه ومحبته على لسان غير المسلمين، واحيانا ياتي تكريمه على يد متطرفين كانوا بيعادوا الاسلام او بيعادوا الاسلام، لكن الانصاف والعدل يخليهم يبجلوا نبينا محمد ويحترموه. النهارده معانا شخصيتين، جوله مع اتنين من العلماء والمفكرين الافزاز المختلفين فكريا وايديولوجيا وحضاريا عن الاسلام وعن النبي محمد، لكنهم اتفقوا الاتنين على حب النبي وعلى تبجيله. الاول عالم يهودي متطرف من امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، والثاني اشهر وافظع كاتب روسي. النهارده هنشوف رايهم في رسولنا الكريم وازاي اعتبروه رجلا فريدا عبقريا وشخصيه استثنائيه، وان لم يعترفوا حتى بنبوته وحتى ما دخلوش دين الاسلام. ناخد اول شخصيه، خلينا نبدا كده مع اخر واحد ممكن نتخيل انه يمدح النبي او يعظم شانه. راجل يهودي امريكي، مش عادي بس ده متطرف، بيعرف نفسه انه انفصالي عرقي مناصر للبيض. الراجل ده في سنه 1996 دعا الى تقسيم الولايات المتحده الامريكيه لاربع دويلات على حسب العرق، دويلة للبيض ودويلة للسود وواحدة للملونين وواحدة لباقي الأعراق. وفي سنة 2009 نظم مؤتمر بعنوان الحفاظ على الحضارة الغربية، وقال فيه إننا بحاجة للدفاع عن الإرث اليهودي المسيحي والهوية الأوروبية لأمريكية. من مين بقى؟ من المهاجرين المسلمين والأفارقة الأمريكيين. الشخص ده نفسه المتطرف العنصري الأبيض هو فيزيائي فلكي شهير اسمه مايكل هارت، واحد من عباقرة الفلك في أمريكا، وهو واحد من المؤرخين اللي اهتموا بتاريخ العظماء في العالم أو حول العالم، وألف كتاب في نهاية السبعينات اسمه العظماء 100 وأعظمهم محمد، اللي ترجمه بقى الكاتب الصحفي الكبير المصري أنيس منصور، ترجمه إلى اللغة العربية. نعرف بقى مين مايكل هارت. مايكل هارت ده أسس الحقيقة فكرة كده لاختيار أعظم 100 شخصية حول العالم، وبدأ يكتب منها، وكان حط شوية اختبارات أو شروط إن الشخصية دي تكون شخصية حقيقية عاشت فعلا، وإنها تكون شخصية غير مجهولة، وإن يكون الشخص ده له تأثير عميق جدا، وإنه يكون تأثيره ده مش محلي، عالمي. وحط شروط كتير جدا، وحط مقاييس لكل شرط من الشروط دول، ورتب العظماء أو الخالدين دول بالأفضل والأكثر تأثيرا عبر التاريخ. تخيلوا إن كل اللي احنا عايشين فيه ده، كل التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها دي، بفضل العبقري نيوتن العالم الفيزيائي الشهير. مايكل هارت حطه رقم 2 في الترتيب، متخيل؟ طيب المسيح اللي بيدين بالديانة بتاعته ملايين، المسيح حطه رقم 3. بوذا اللي بيتدين بيه الصين أو أغلب الصين والمنطقة دي حطه رقم 4. تخيل ما هو شكل العالم من غير كتب، من غير طباعة. إزاي كان هيوصلك المصحف من غير الطباعة؟ إزاي كان هيوصلك أي كتاب؟ إزاي الإنجيل كان ممكن يوصل العالم؟ مخترع الآلة دي كان اسمه جوتنبرج، حطوا مايكل هارت رقم 8. اينشتاين العبقري الثاني بعد نيوتن حطوا رقم 10. سيدنا موسى حطوا رقم 16. وهكذا تنوعت القائمة من رسل ومخترعين وكتاب ومثقفين وحكام. لكن العجيب ان مايكل هارت بكل ميوله المتطرفة دي جعل على رأس عظماء التاريخ سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبيقول مايكل هارت في كتابه
إن محمد كان رجل أو كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كل أو في كلا المستويين الديني والدنيوي. إن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معا يخوله أن يعتبر أعظم شخصية أثرت في التاريخ البشري أو في تاريخ البشرية. وبيضيف مايكل هارت أن هناك رسل وأنبياء وحكماء بدأوا رسالات عظيمة ولكنهم ماتوا دون إتمامها، ولكن محمد هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية وتحددت أحكامها وآمنت بها شعوب بأسرها في حياته. ولأنه أقام بجانب الدين دولة جديدة، فإنه في هذا المجال الدنيوي أيضاً أوجد أو وحد القبائل في شعب والشعوب في أمة، ووضع لها كل أسس حياتها ورسم أمور دنياها ووضعها في موضع الانطلاق في العالم. ولما واحد سأله كيف تختار محمد أعظم الخالدين وانت يهودي مناصر للدين العنصر الأبيض، فيقول له مايكل هارت وهو بيتغزل في النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له عنه: لقد وقف الرجل في قرية صغيرة في مكة أو هي مكة، وقال للناس فيها: أنا رسول الله إليكم، جئت لأتمم لكم مكارم الأخلاق. فآمن معه أربعة: زوجته وصحبه وطفلان. الآن بعد مرور 1400 عام عدد المسلمين تجاوز 1.5 مليار، وكل يوم في ازدياد. فلا يمكن أن يكون كاذباً، لأنه ليس هناك كذبة أو كذبة تعيش 1400 سنة، ولا يمكن لأحد أبداً أن يخدع أكثر من 1.5 مليار إنسان يعيشون الآن، فضلاً عن المليارات التي ماتت على مدار 1400 سنة. ورغم مرور هذا الزمن الطويل هناك الملايين من المسلمين مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيل كلمة تمس نبيهم. فهل هناك أحد يفعل ذلك من أجل نبيه أو حتى ربه؟ إن محمداً أعظم شخصية في التاريخ بلا شك. من عالم فلك خلينا نسمع رأي واحد تاني من عباقرة الأدب وأكثرهم تأثير عبر التاريخ. خلينا نروح نشوف الروائي الروسي الأشهر تولستوي اللي كتب رواية الحرب والسلام ورواية أنا كارينا وغيرها من الروايات أو روائع الأدب العالمي، واللي بيعتبره البعض أعظم روائي في التاريخ. ده غير أنه كان فيلسوف وداعية للسلام والتقارب بين الشعوب، حتى أطلق عليه البعض رسول الإنسانية. تولستوي كان مهتم جدا بالمشرق العربي من شبابه، لدرجة أنه اختار اللغة التركية أو اللغة العربية والتركية عشان تكون لغات التخصص في الجامعة بتاعته. وكان سبب دراسته للغات هو حبه وشغفه بالتعرف على الأديان التانية وثقافات الشعوب. وبيقول تولستوي عن نفسه: كنت أدرس البوذية ورسالة محمد من خلال الكتب، أما المسيحية فمن خلال الكتب والناس الأحياء المحيطين بي. وبسبب إعجابه بالإسلام وبالرسول عليه الصلاة والسلام كتب تولستوي كتب كتير جدا في شرح وتفسير الدين الإسلامي. خليني أتوقف هنا وأقول لك إن التاريخ بيقول إن كان بين تولستوي والإمام محمد عبده، الإمام الأستاذ الإمام محمد عبده، كان بينهم بعض مراسلات وعلاقة عن طريق الخطابات. هذه الخطابات لازالت موجودة لحد دلوقتي. كانت العلاقة بين تولستوي ومحمد عبده على أروع ما تكون. لكن خليني أقول لك أنه بيعتبر تولستوي أن أشهر هذه الكتب اللي كتبك على الإسلام يعني كتاب بعنوان أحاديث مأثورة لمحمد، وده كتاب بيجمع أحاديث للرسول انتقاها تولستوي بنفسه وأشرف على ترجمتها إلى الروسية ومراجعتها والتقديم ليها. وبيقول تولستوي في مقدمة كتابه إن أبرز حاجة بيتميز بها الإسلام هي عقيدة التوحيد ومبدأ الثواب والعقاب والدعوة إلى صلة الرحم. وبيقول إن جوهر هذه الديانة
يتلخص في إن الله واحد ولا يجوز عبادة أرباب كتيرة، وإن الله رحيم عادل، وإن مصير الإنسان النهائي يتوقف على الإنسان وحده مش إنسان تاني معاه. وبعدين بيتكلم عن انبهاره بالمبادئ اللي جاء بها الرسول زي الدعوة إلى الزهد وعفة اللسان وتجنب الإغراق في الملذات وتمجيد العمل والاجتهاد. وانتهى أو الإسلام نفسه حتى كان بيتكلم عن إزاي الإسلام أنهى عن الخمر، وبيقول كمان إن أكتر حاجات شدت انتباهه هو موقف الإسلام من الديانات الأخرى اللي سبقته وإزاي إنه احترامها ووقر أنبيائها. وبيقول بعض النقاد والمؤرخين إن اهتمام تولستوي بترجمة أحاديث الرسول للروسية ما كانش صدفة، بل كان بسبب تأثر تولستوي الشديد بسيرة الرسول وأحاديثه عليه الصلاة والسلام وتأثره بأسس المعاملات الإسلامية اللي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. وبيقولوا إن الإعجاب والانبهار وصل بتولستوي إلى إنه فكر في إعداد طبعات شعبية تتناول سيرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وكمان فكر يعمل كتيب مختصر عن سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يعملها للأطفال الروس. ومن العجيب أن النقاد لاحظوا أنه بيستشهد كتير تولستوي بالآيات القرآنية وبأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام للتأكيد على صحة أفكاره وحتى في كتب الفلسفية. فمثلا لما تولستوي يتكلم في كتب الفلسفية عن قيمة العمل وأهميته وإنه ما ينفعش الإنسان يكون بلا عمل في الحياة وإنه يتسول من الناس، استشهد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وده رغم أن تولستوي كان من أسرة وده كانت معروفة عنه غنية جدا، لكنه كان متعاطف جدا مع الفلاحين وكان بينزل بيشتغل مع الفلاحين واهتم بشخصية الفلاح في رواياته. بالمناسبة تولستوي تبرع بأغلب ثروته للفلاحين، وثروته دي كانت ضياع وأموال، وده اللي خلى زوجته الحقيقة تغضب منه كتير جدا وده باين في رواياته. فكان طبيعي جدا هذا الرجل لما يقرأ أحاديث الرسول عن العمل ومدحه يعجب جدا بيها ويهتم بترجمتها، ويبقى على جانب لأن الحديث دي كانت على جانب من القناعة والزهد. خلينا نشوف بقى تولستوي كان بيشوف في دعوة الرسول إلى تجنب الانغماس في متاع الحياة حياة الدنيا بيشوف فيها صدى لقناعاته الذاتية هو ورؤيته للحياة. كان تولستوي بيشوف إن أحد أهم مصادر غواية الإنسان تكمن في انجذابه نحو المتع الدنيا. وبيستشهد تولستوي بأحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اللي بتدعو إلى القناعة والزهد أو اللي بتأكد المعاني دي. هو استشهد بحديث اللي رواه الترمذي اللي بيقول نام رسول الله وهو على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذت لك وطاء أو وطأ، فقال مالي والدنيا أو مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. اتأثر الحقيقة ليو تولستوي الكاتب الروسي الأشهر بأحاديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اللي بتدعو للمحبة وللتكافل الاجتماعي، والأحاديث كمان اللي بتدعو للعدالة، والأحاديث اللي وردت في حق المرأة الصالحة وغيرها من المجالات اللي بتمس جوانب الأخلاق وأدب المعاملات. عشان كده كان طبيعي نسمعه بيمدح الرسول وبيقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مؤسس دين ونبي الإسلام الذي يدين به أكتر من وقتها يعني 200 مليون مسلم، قام بعمل عظيم بهدايته وثنيين قضوا حياتهم في الحروب وسفك الدماء فأنار أبصارهم بنور الإيمان،
وأعلن أن جميع الناس متساوون أمام الله. وكان بيقول عنه برضو عليه الصلاة والسلام: ومما لا ريب فيه أن النبي محمد كان من عظماء الرجال المصلحين الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة، ويكفيه فخر أنه هدى أمة بأكملها إلى نور الحق، وجعلها تجنح إلى السكينة والسلام، وتؤثر عيشة الزهد، ومنعها من سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية، وفتح لها طريق الرقي والمدنية. وهذا عمل عظيم لا يقوم به شخص مهما أوتي من قوة، ورجل مثل هذا جدير بالإحترام والإجلال. من كلامه برضو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقد وحد النبي محمد قبائل العرب وأنار أفكارهم وأبصارهم بمعرفة الإله الواحد، وهذب أخلاقهم ولين طباعهم وقلوبهم، وأصلح عاداتهم البربرية الهمجية، وجعلهم أمة مستعدة للرقي والتقدم. أما أجمل كلماته عن الرسول فلما قال هو: يكفي محمداً فخر أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم الطريق أو طريق الرقي والتقدم، وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر الرسالات على يديه، وليكون هو أيضاً آخر الأنبياء. عشان كده يا حضرات لازم نفخر ونرفع رأسنا، لأننا من أتباع سيدنا محمد الذي بهر الشرق والغرب بعبقريته ونبوته وأخلاقه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.